الخوت كي دايرين نفس ليكم كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم فيديو جديد جديد. المهم الخوت تمشى غادي نمشيو لتحت غندورو واحد الدورة بويبلو وغادي نطلعو. يلا بقاو معايا نتبعو معانا هاد الطبيعة. مول هذا الحيط هذا كاين القبر تماك، القبر ديال ساره كما تلاحظوا معنا. غنوريكم تاعها هنايا الخوت عندو الباب كما تشوفوا معنا. توا القبر ديال ساره مهم الخوت. دابا غادي نمشيو من هنا غادي نمشيو للطريق الكبير تماك غادي نطلع. هنا كاين الزيتون، هنا كاين الجبل كما تلاحظو شميشة الخوت كما تشوفو معايا. الخط غادي نهبطو من هنا، الطريق هذا كيدي لبرشلونة هنا، طريق خاوي كما تلاحظو. دابا غادي نمشيو من هنا نيشان وغادي نطلعو. يلا بقاو معايا، طريق خاوي الخط كما تشوف معايا. هنا كاين الزيتون، من هنا لتحت كاين كرانخا، عندك بزاف كرانخا. دابا غادي نطلعو من الطريق، نطلعو للدار.